دي ولا هم؟ طب هو يعني برضو احنا كنا لما بنيجي نشتغل بنتحرك حضرتك ان الجمبري بيحب بيشتغل على الطحالب، تمام، بيحط له طحالب في بدايه اعماره الاولانيه، تمام. طب لما احط له طحالب ممكن الطحالب تكون مصابه؟ ممكن الطحالب تكون ايه؟ مصابه، حامله للمرض وليست مصابه، لان هو ما بيصيبش الحاجات دي، انما تبقى زي ما قلت لك ممكن يقعد في الميه 3 4 ايام عايم في الميه الفيروس لغايه لما يخبط في الجمبريه يروح داخل. ممكن الطحلب نفسه اللي انت بتقول عليه ده ممكن يكون حامل للفيروس. طب حامل للمرض انا احطه في فورمالين؟ احطه مش شرط. لا لا لا، انا هقول لك بس الفورمالين مالوش علاقه بالسوسات. الفورمالين فورمالين يموت فيليات، ممكن يموت بعض من البكتيريا، ما الفيروسات بيبقى ليها حاجات محدده. انا الكلام ده انا هتكلم فيه ماشي؟ طيب قلت لكم حتى الطيور ممكن تنقل. وازاي عرفنا ازاي؟ تمام؟ طيب في حاجه بقى مهمه جدا لازم نبقى عارفينها، تمام، ان الـ 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 ان في جزء كبير جدا من الكائنات القشريه العذبه تبقى حامله المرض وما ظهرش عليها. يعني استاكوزا المرض العذبه ممكن تبقى ماشيه تحت وبتهرب، دي بتعمل جسور وبتهرب تانلز او انفاق، فبتدخل حامله الفيروس تدخل المكان ده، تمام، وانت ما تعرفش ان دي حامله لايه للمرض. فننتبه للوافد الغريب ده، عشان كده مهم جدا انك تفعل منظومه الامان الحي جوه مزرعتك، ان ايه ان الحاجات الغريبه دي نموتها. عشان كده انت في الاول خالص الحوض بتموت اي حاجه في قاع، عشان قلت لكم نحط كيكه الشاي ليه؟ عشان اموت كل الكائنات دي، لان ممكن تكون حامله الفيروسات، حامله بكتيريا، حامله كذا، فاهمني؟ طيب المورتاليتي بتوصل في المرض ده في حالة الأكيوت ستيج اللي هو المرض الحاد جدا، لو الفيروس بكمية كبيرة داخل بتوصل أحيانا ل 70%، 70% ده رقم كبير جدا. يعني أنت عندك لو مليون جمبرية مات منهم 700,000 كل سنة وأنت طيب، ماشي؟ كيلو جمبري ب 300 جنيه ولا ب 330 جنيه خسرت لك منه 10 طن كل سنة وأنت طيب، صح؟ نيجي المقاومة resistance to white spot virus has not been reported for any of the benign species list. عاوز اقول لكم ايه هنا؟ بيقول لك ان مفيش ولا نوع من الجمبري اثبت ان هو مقاوم للفيروس ده، معناه انه بيضرب اي حاجه. تخيلوا ولا نوع من الجمبري اللي هم البنيد، عيله البنيدز كلها اللي هي البنيز كذا، بنيز فانمي، بنيز مش عارف ايه، بنيز اندكس. طيب حاجة تانية، infection may be low level and chronic enhanced crustacean or acute with disease and mortality. الكلمة اللي أنا لسه بقولها لك ممكن تبقى ماشية قدامك زي الفل بس فيها المرض، فما تخمش، تمام؟ عشان كده مهم جدا يبقى عندك آلية قبل استيراد أي حاجة في الجمبري إنك تفحص كل الكلام ده، الفيروسات دي مش موجودة، فاهمني؟ وإلا هتبقى دخلتها مصر وأنت في ميزان سيئاتك اليوم القيامة. مش موجودة في مصر أصلا يا دكتور؟ يعني لا ده خلاص دخل بقى عندنا، انما انت مهم فيه، ما هو مش شرط انه يكون عندك في مزرعتك، فاهم؟ انا مزرعه خالص ما عنديش الحمد لله الكلام ده، لو انا جبت جمبري لا مش هيجي لي. بص طول ما في برامج وقايه جوه الاحواض اللي انا قلت لك عليها بقى بتموت كذا وتموت كذا وتحط كذا والكلام ده، الفيروس مش هيتوجد. انما امتى يتوجد؟ لو دخل لك الوافد الغريب ده، او ان انت جبت الامهات دي من مصدر في العدوى، او جبته من عند مثلا حصل تلوث عند سيد وحصل عدوى عنده جبته عندي، تمام. الكلام ده يعني صعب لانك بتعمل سكرينينج، انت اصلا العينه اللي بتيجي اول ما بتنزل المطار بتاخد منها مع سعه حيوان بيقعد يدور على العدد اللي احنا قلنا له عليه من الفيروسات دول، جايبين برايمر بتاعت البي سي ار، وبره الشركه اللي بعت لك فيها المعامل بتاعتها، هو ما يخاطرش بمستقبله يعني، تمام، برضه يروح عامل سكرينج ويبعت لك شهاده معاه انه خالي من الفيروس الفلاني، خالي من كذا، خالي من كذا، معايا؟ ستر دكتور معلش، في حاجه اسمها يعني زي رابيد تيست كده يعني سريعه في حاليا في دكتور، انا دكتور عبد الحميد شلبي عندنا استاذ فيروسات وراجل على المعاش، بس كان بيتعاون مع حد في المانيا فعملوا حاجه اسمها ار بي اي، كانوا عاملينها للفيروسات بتاع الطيور والحيوانات الكبيره، بداوا يطوعوها شويه عشان يعملوا بيها ديتكشن للفيروسات، الفيروس بتاع البولتي اللي هو تلابريك فيروس، وكمان نعمل ديتكشن لفيروسات الجمبري، بس احنا لسه بصدد شغالين على حاجات زي كده. انما في جنوب شرق اسيا وفي اليابان وفي الدول دي فيه تيست سريع يقول لك الفيروس موجود او لا، وفي امريكا. طيب فيرال مالتيبيكيشن وديزيز ابير تو بي انديوز باي انفيرمنت، يعني ايه؟ الفيروس عشان يزيد جوه الجمبريه ويحصل الوفيات لازم تكون في حاجه اتغيرت في البيئه الطبيعيه بتاعته تخلي الفيروس يشتغل،
يعني ايه البي اتش اتغير تمام، الحراره ارتفعت، الحراره انخفضت جامد. الجمبري ده اثناء عمليه السمولتنج، عمليه الانسلاخ، ما اديتوش الغذاء المناسب، غذاء كويس تمام، ما هو خد بالكوا بيفقد، عمال يفقد لازم تدي له مينرالز املاح وحاجات زي كده مناسبه ليه. كل الكلام ده بيقلل المناعه ويخلي حدوث المرض سريع. على مستوى المزرعه بقى حاجه، وعلى المستوى الجمبريه الواحده اللي هشوفها بعيني حاجه. على مستوى المزرعه اشوف ايه؟ هلاقي الجمبري تمام with wild spot disease often do not show distinct clinical signs، يعني بمعنى صح مش هشوف اعراض، وانت واقف جنب الحوكه مش هتشوف حاجه. اراهنك لو عرفت تقول ان دي فيها wild spot ولا لا جنب الحوكه صح؟ طيب الحاجه الثانيه، بتلاقي جمبري خامل وطالع على وش الميه ضعيف تعبان ما بيعومش كتير تمام. حاجه ثالثه، بعد كام يوم تلاقي الجمبري صار عليه اعراض تمام، واتجمع لي فين؟ اتجمع ناحيه مصادر الميه او مصادر التهويه، وفي المرحله دي تبدا الطيور تهاجم وتاكل زي ما حصل في الفيبريو معايا؟ فاهم؟ انا خسرت دايما في الجمبري انه يتجمع فوق وبيستطيع الطيور تصطاده، هي دي الخساره دايما. طيب لو طلعت بقى عين الجمبري وبصيت فيها بلاقي القشره طريه، ده اول حاجه القشره طريه، بلاقي القشره عليها طبقه عامله زي البوتش البيضة، لو جيت تكحتها بسلاح مشرط مش هتطلع معاك. ليه؟ لانه عباره عن الفيروس مع الكالسيوم مترسبين في الشيل، صعب كحته. تمام؟ حجمه من نص ل 2 مللتر، يعني سهل اشوفها بعين المجرده. تمام؟ طيب ال 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 اسمهم ايه؟ الابندجز اللي هي الرجول بتاعت الجمبري والتنسون بتاعه اللي ورا بيبدا يحصل له احمار ويحصل فيه التهابات. الميد جات نفسها الخط بتاع الامعاء بتاعته تمام بيبدا يبقى ملتهب جدا خلاص، واحتمال تلاقيه مبيض شويه. طيب ده شكله لو ركزنا هنا سيب الاضاءه ممكن نطفي الاضاءه تمام. لو ركزت هتلاقي هنا على الكربس في حتت بيضه كتير قوي كتير كتير تمام. هنا هتلاقي بعض النقط البيضاء برضو، هنا هتلاقي بعضها، هنا بعضها. لو انت جيت انت القشره دي، تعال نشوف لو شلنا القشره دي او ما شلناهاش برضو لسه اهي، بصوا هنا كتير قوي، حتى مش واحده بس ده مسكوا في بعض، احيانا تلاقيهم اندفيدوالز يعني وحدات، احيانا يمسكوا في بعض. بس دي بيسموها حاله ايه بقى؟ اكيوت، حاله مصابه بكم هائل من الفيروس تمام. لو عندت القشره بتاعت الكربس اللي هي الغطاء بتاعت منطقه السطح، بتلاقي عندك الايه؟ الوايت سبوتس او النقط البيضاء بالصوره الكبيره الجامده جدا دي، لو جيتك حتى مش هتطلع معاك. خلاص؟ طيب. اقول لكم بقى نقول تاني. ولا خلينا كده براحتك. لا بس كده. تمام كويس كده. كويس كده. ها سيبها ولا؟ ماشي كده. عايزين ولا كويس كده. لا في ماشي. لما نيجي نعمل بقى هيستوباثولوجي، هيستو ايه؟ باثولوجي اللي هي اختبارات نسيجيه، باخد عينه الكربس دي او الحته من الجمبري المصاب واروح جاي مقطع فيها وبتتسبب بصبغه اسمها الاتش ان دي اي، صبغه هيماتوكسالين اند ايوسين. خلاص؟ بتوع الباثولوجي يعرفوا الكلام ده. ظهر لي في الوسط بيظهر لي ايه بقى؟ حاجه اسمها ايه؟ بروميننت انترا نيوكلر انكلوجن بودرز، عباره عن اجسام موجوده جوه النواه بتاعه الخليه. ايه الاجسام دي؟ بص ده اهو، ده جواها ايه؟ اجسام، جواها اجسام اهي تمام؟ هنا برضو جواها اجسام، لو ركزت شويه تلاقي لونها مزرق شويه الاجسام دي، نقط. عامله زي كابسوليشن وهي جواها. لا ما هي مش كابسوليشن، النواه نواه الخليه اهي، ما هو الخليه اهي وجواها نواه، جوه النواه الفيروس ده حتت على هيئه حتت، جينيتك ماتيريال ماده الدي ان ايه بتاعته حتت جوه، هي دي الانكلوجن او دي الاجسام اللي موجوده جوه، دي علامه مميزه ان الفيروس موجود. ها؟ نفس الكلام
هنا برضو اهو ده في البلو شريم، نوع من الشريم اسمه البلو شريم، في الامعاء في المعده بتاعت الاستومك بتاعت برضو، دي الخليه اهي موجود جواها تمام. هنا نفس الكلام اهو، ادي واحده اثنين ثلاثه جوه. نيجي بقى للفيروس الثاني، نطلب اول واحد مش عارف اوصله بجد ولا لا، بس هو يعني هو بيهاجم ايه في الاساس؟ بيهاجم في الاساس الميد جت اللي هو الامعاء كويس، بيهاجم الشل للغطا بتاع الجمبري للكربس والقشر، بيهاجمه. القشر ده مهم جدا، مش حاجه مش مهم، لان لو بقى سوفت سهل جدا ولو بقى سوفت سهل جدا دخول كل الامراض كويس. فهو بيعمل كده، بيعمل سوفتنينج للشل وبيعمل البوتاش البيضه دي الكبيره جدا، فهو بيهاجم جزء من الجهاز اللي بيسموه الفيزيكال اميونيتي اللي هي الجهاز المناعه الفيزيائيه اللي الحامل اللي بره ده، وكمان بيهاجم لي الميد جت والهيباتوبنكرياسم اللي جوه، بيغذى على عناصر معينه في الجسم، هو بيحب الكالسيوم بيضرب على الكالسيوم، بيضرب في الجسم بيضرب بيعمل كيليشن الكالسيوم، بيسحب الكالسيوم يوجهه للحتت دي، فيحصل حاجه اسمها اوزمورجيلاتوري فيلير، جمبريه بتموت من فشل اسموزي تمام معايا؟ تمام ماشي كده. طيب نيجي للباتيلو فيروس، ده الفيروس الثاني من الفيروسات اللي على لائحه اللي انت لازم وانت بتجيب جمبري يبقى مش موجود فيها تمام. الباتيلو فيروس كتير قوي على فكره، اهمهم الاولاني ده اللي هو الباتيلو فيروس ميد جات جلاند نيكروزس، اللي هو ايه تناكروز، مرض موت خلايا الايه الميد جات، خلايا الامعاء والهيباتوبنكرياس. طيب ده برضه بير اكيوت واكيوت، يعني ممكن الجمبري يموت بدون اي اعراض، بس بيتميز بوجود ايه بقى، تلاقي بطن الجمبريه في خط ابيض جامد كده مميز جدا، ليه؟ لان موت الميد جات، موت الخلايا بتاع الميد جات، فبانت لون حاجه لما بتموت بتبيض زي لو حته كده عندنا كارلو ولا بتاع بتبقى تبيض، لان ما فيهاش اكسجين ولا فيها حياه ولا بتاع، هي نفس الكلام. سبب نوع من الفيروسات اسمه الباكلو فيروس ميد جات نيكروز فيروس، تبع عيله الباكلو فيريدي خلاص. اشهر جمبريات ريبورتد فيه اول نوع من الجمبري كان الياباني لو جابونيكاس، اول واحد تسجل فيه، بعد كده لقوا جمبريات كتير قوي، انواع من الجمبريات كتير قوي. ايه اهم جمبريات بتصاب بيه؟ رقم واحد الفينيس بليفيشنز اللي هو الايسترن كينج برون، وكمان كروما اللي هو الجابونيكاس، والتشاينيز وايت شريم، وكمان الجاينت بلاك تايجر اللي هو المونودون. المونودون ده مشهور في استراليا او خط الجنوب شرق اسيا تحت، مشهور جدا بيوصل احجام كبيره على فكره. وبعدين الجروب دي تايجر اللي هو البنيه السيمي سيكتيتس، ده عندنا في مصر موجود في قناه السويس وقد التمساح ده ماشي، ولقينا فيه وايت سبوت بس حالات نادره، واحد او اثنين من وسط الاف يعني. ها؟ الازاز؟ لا الازاز اصغر من كده، ده المخطط، ده المخطط، الازاز اصغر، حجم اصغر. طيب مصادر العدوى infected shrimp either disease or fresh dead، زي ما اتفقنا مصادر العدوى دايما الجمبري المصاب او الجمبري الميت وكان فيه الميكروب كان فيه الفيروس. طب الحاجه الثانيه الفيميل شريمب سبونرز، الامهات لو هي الفيروس فيها تمام يبقى مصدر العدوى. عشان كده انا بقول لك ايه، لو انت جايب امهات من مكان ما لازم معاها شهاده ان هي خاليه من الامراض دي، لانه بيتنقل برضه راسي من الام للايه؟ للابناء. طيب انفكتد ووتر الميه، ليه بقى؟ لانه برضه ممكن يقعد لي بقى في الميه هنا، ده اكتر من الوايت سبوت، ممكن يقعد لي 20 يوم في الميه. عنده درجه حراره 15 ممكن يقعد لي 20 يوم، لو قلت الحراره شويه ممكن تقل يقعد لك مثلا 10 ايام ولا حاجه. لو قلت بقى الحراره بقت 10 درجه مئويه ولا حاجه ممكن يقعد فترات توصل للشهر ولا اكتر. ماشي؟ طيب طرق العدوى برضه يا افقي يا اما راسي تمام؟ او عن طريق الامهات، احيانا في ناس من دمياط يروح يجمع الامهات منين؟ من المياه العذبه، من قصدي من المياه الطبيعيه صح؟ من البحر. كتير منها تبقى مصابه بالامراض، يفرخ منها يوم اللي طالع منها مصاب ويبيع، واللي ياخد تاني مش دريان تروح منتشره لايه؟ المشكله، وده بيحصل في دمياط كتير. طب وهي ما قضتش على جنبها ازاي؟ يعني احنا اتفقنا تاثيرها على جمبري يقعد قد ايه؟ احنا اتفقنا اهو في حاجه اسمها حوامل للمرض، يعني لو جرعات الفيروس ما تموتش
فممكن اعيش بيها. والعياذ بالله ربنا عارفين انه مش في واحد عنده هيباتيتس وعايش ومكمل كتير، وفي واحد خده اتكل على الله صح. ليه؟ لان حسب التتر بتاع الفيروس. انت مثلا عندك 100 فيروس موجودين، وفي جمبريه تانية فيها مليون فيروس، دي هتموت دي هتكمل بس حامله للمرض ويظهر عليها حرارة. بس الدور ملا يعني مثلا 6 شهور ملا ما خدتش مسارها في ان هي تحارب الجسم وتقضي عليه. ما انا بقول لك اهو مش في مرض المرض درجات كريم. في بير اكيوت او فوق الحال، في اكيوت تحت الحال، سب اكيوت، في كرونيك. لو بير اكيوت ممكن من يوم يحصد القطيع كله، تلاقي الجمبري كله مات. الاكيوت هتلاقي اصابات ووفيات ممكن توصل ل 60-70%، تمام؟ سب اكيوت وكرونيك ممكن تلاقي الجمبري مثلا 10% اللي بيموت، تمام؟ والباقي مكمل. خلاص؟ السب اكيوت دول والكرونيك دول منهم حامل المرض، يعني في الفيروس بس مناعه السمكه قويه ومناعه الجمبريه قويه فمكمله انما حامله للمرض. طيب نيجي بعد كده من اهم الحاجات اللي لازم نبقى عارفينها، تمام؟ ان البوستلر في، خدوا بالكم البوستلر في رقم 20 ورقم 9 ورقم 10، خدوا بالكم كل دول لايبل انهم يصابوا، يعني اوردر الاصابه بالمرض والموت كمان، يعني نسبه الوفيات فيهم بتبقى عاليه جدا. الوفيات العاليه اكتر في اللارف اللي هم البوستلر في 9 و10، توصل ل 98 أو 99%. بيقول لك there is typically a decrease in mortality rates as postular age 20. بعد ال 20 تقريبا الوفيات بتقل. يعني ال PL 20 اللي هي البوستلار 20 بعد ال 20 بتقل. انما قبل كده معظمها بتصاب. تحت ال 10 اللي هي من 9 ل 10 اكتر مرحله وفيه. تمام؟ نيجي بقى نبص التشخيص على مستوى المزرعه الاول. انا قلت لكم دايما ابص على مستوى المزرعه الاول، مستوى الحوض، هشوف ايه. هلاقي الجمبري بيقول لك طافي على وش الميه وكمان انكتف. ليه انكتف؟ لان ضرب له الميت جاد كله، خلاص حصل فيها نيكروزس، ما بياكلش، وقف اكله تماما، خلاص بدا وزنه يخف وبدا يطفى على وش الميه. ماشي، يوم الطيور تيجي تاكله برضه، خلاص. طيب على مستوى الانفيدوال لو بصيت على الميت جاد، اقلب الجمبريه من تحت كده هلاقي خط ابيض. ليه؟ لان الخلايا ماتت بتاعت الامعاء والبنكرياس، خلاص في مورتاليتي وفيات عاليه جدا. وكمان ممكن اشوف الميت جاد دي بعين المجرده زي ما قلت لكم، الحته دي اشوفها بعين المجرده زي خط ابيض. افرقه من مين؟ اللي انا قلت لكم من شويه بيعمل لاين برضو، الوايت سبوت، ومرض اسمه التترا هيدرال باكلو فايروس برضو. من انواع ده الديفرنشال، ده التشخيص التفريقي. لو عملت هيستولوجي نبص هنا كده، الفيروس ده بيكبر الخلايا، بيكبر قصدي النواه، تلاقي النواه كبرت جدا، تضخمت قوي قوي قوي، تمام؟ وفيها انكلوجن لونها بتبقى ايه؟ فيزوفيريك برضه. اهي واحده اثنين ثلاثه اربعه، واحده اثنين ثلاثه معايا؟ هو بيضخم النواه قوي ويعمل لي برضو ايه؟ انكلوجنز، تمام؟ نفس الكلام. ده في الهيباتوبنكرياس الالينا فينس، ده كبرنا قوي 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 خلايا الهيباتوبنكرياس، تمام؟ وبعدين بصينا على الفيروس لقينا ايه؟ بصوا كده معايا اوريكم انا حته هنا. دي خلية برضه فيها انفكتد نيوكليوس اهو، ماشية من الجدار، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وأنت ماشي كده ده كل ده انفكشن، والجوه نيوكليوس انفكشن، تمام؟ وفي فيروس بارتيكلز منتشرة حواليه على فكرة، كل دي أجزاء من الفيروس على فكرة. بص حتة الهكساجونال دي، الكور دي، الكور اللي أنتم شايفينها لما بيبدا دي، كل دي فيروس، فيروس الخلايا دي كلها انفكتد، يحصل تضخم قوي ويحصل لها بره وجوه. وهنا دي برضه ممكن تشوفها برضه بالسمير فيلم ولا لازم؟ لا مش ده اللي شبه السمير، ده فيروس
البكتيريا ممكن اشوفها باسمي. طب بتنفجر في الاخر ولا بتنفجرش؟ يعني بتنفجر. يعني ممكن الخليه تنفجر تعمل بعد التضخم الخلايا تتكلم كده. الخليه نفسها؟ لا. ولا النواه؟ لا. اصل الفيروس بيجي سيطر على جهاز التكاثر فيها. ضخم لك الخلايا. لا ما تفرقعش. ده في فيروس اسمه الليمفوسيستس بيجي في الايه؟ في الاسماك الميه المالحه مثلا. الليمفوسيستس حد شافه؟ بيعمل كور على جسم السمكه دي، كور حتت زي الصنطه. ما بتفرقعش. غير السرطان. تمام؟ اه لا غير السرطان، هو الليمفوسيستس بيعمل ايه؟ بيخلي الخليه بتاعت جسم السمكه تتضاعف 50,000 مره. يعني لو هي حجمها 1 مايكرون تبقى 50,000 مايكرون، يعني حوالي 5 ملم، فتبان لك زي كوره نص سنتي كده. تمام؟ انها ما بتفرقعش. اللي فرقع الحاجه لما تكون بكتيريا بتعمل حاجات صليديه وتضخمت قوي ففي سائل جوه يفرقع الدنيا. انما الحاجات دي لا. انا قابلت مره في تنجيبين وقاري ومتلج لقيت فيه الكور دي على الجسم السابق. انا استغربت. شفتها بره؟ شفتها بره؟ لا كان مدمر، كان جاي جاي منين؟ جاي منين؟ والله انا اشتريت من المحل العادي لما اتفاجئت لما ما تاكلوش. لان ممكن تكون الكور دي مش شرط تكون نيمفوسيس، ممكن تكون سول سول ضرب تكون سي دي غالبا. انا اتفاجئت جدا يعني اول مره اشوف حاجه زي كده. لا حاجه زي كده تترمي على طول. وتبلغ عنها كمان. هو الفيروس دكتور بيسيطر على الدي ان ايه بتاع الخليه نفسها؟ مش كل الفيروسات، الفيروسات دي بتسيطر على الدي ان ايه بتاع الخليه وبتسيطر على جهاز التكاثر والانقسام اللي هو الرايبوزومز والحاجات دي، وبالتالي تقعد معلمه بقى جوه، تخلي الخليه تقعد تكبر. ليه؟ لانها ما بتنقسمش، هو سيطر عليها. انت زي الليمفوسيستس بيمنع ان الخليه تنقسم. ليه؟ علق الميتوز، علقه وقفه، تبدا الخليه تتمدد انما ما تنقسمش. يعني مش كل انواع الفيروسات مش كل الفيروسات. في فيروسات بتدخل تروح شغاله شويه على الرايبوزومز وتخلي الخليه نفسها تنقسم بقى. زي خلايا سرطانيه، في ريترو فيروس، انواع من الفيروسات اللي بتجيب السرطان والعياذ بالله. مريض الايدز احيانا يجي له حوالين القضيب وبتاع حاجه اسمها الريترو فيروس. الريترو فيروس ده يخلي الكور تقعد تظهر دي لان بتنقسم، الخليه بتنقسم مره اثنين. انما الانواع دي من الفيروسات بتمنع الانقسام ده. بس بتكبر حجم الخليه. في بقى الباكرو تترا هيدرا الباكرو فيروس ده زي الباكرو فيروس الثاني اللي انا قلته، ولكن في ميزه بقى اوريها لكم. وعلى فكره برضه بيعمل لي الخط الابيض ده. الخط الابيض ده هتلاقيه يلخبط. يعني هو عامة كلهم بيضربوا الميد جات. اصل الميد جات هي الطريق. ايوه طبعا. الطريق بيدخل منه كل حاجه. فهو بيلاقي في طريقه خلايا طبيعيه قاعده بتاعت الايه؟ الهيباتوبنكرياز او بتاع الميد جات. تروح داخل ضاربها وقاعد فيها شويه باظت ماتت تبان لك بالخط الابيض. بعد كده خش لي بقى على الشيل، خش لي على كده. فاهمني؟ ده كل انواع الجمبري اللي ممكن تصاب بيه برضه زي التانيين. انا عايز اجيب لكم الحته المهمه. وعلى فكره من ضمن طرق العدوى في الجمبريات الكانيباليزم، انهم ياكلوا بعض. انتوا عارفين كده ان الجمبري ممكن ينقر في بعض. فمن ضمن طرق ما هو انت عندك كذا انسلاخ، فاثناء الانسلاخ ممكن الفيروسات دي تخش. فاهمني؟ يبقى اكبر عرضه. يبقى ايه؟ اكثر عرضه. مناعة قلت. تمام؟ مع المناعة لما بتقل بتروح داخلة الفيروسات. خلاص؟ عايز اجيب لكم الحتة اللي انا عاوز اوريها. هو اكتر واحد بعرضة للاصابة بيه الفنمي. الفنمي بيصاب بيه بنسبة كبيرة جدا. ليها دور كلها عن الفنمي. اهم اعراض بقى على مستوى الجمبرية نفسها. تمام؟ هاي مورتاليتي. لا ما احنا فنمي بس مش يعني ايه، يبقى انا مش هقول غير كم مرض وخلاص. السلام عليكم ورحمه الله. انما انا اخليها مفتوحه الامراض الجمبري بحيث ان انتوا عارفين كل حاجه. صح. لان انت مش شرط ان احنا نفضل طول عمرنا نربي فنم، يعني نجيب فنم من بره. يعني ممكن تكون في السيمي سيركيتس اللي في القناه ده ربما يطلع واحد جينيوس ولا عبقري يقول لك بعد كده انا هربيه ويطلع لنا يعمل لنا منه حاجه. تمام؟ ممكن تجيب انديكاس تاني بس ما تجيبش اللي بيموت ده اللي جابته شركه السعوديه. تجيب انواع كومورا. تمام؟ ممكن تجيب التايجر. الله هيحصل ايه في المستقبل؟ معايا؟ طيب. حجم الجمبريه ما بيزيدش نتيجه انها ما بتاكلش. تمام؟ وبعدين بيحصل بقى ايه؟ تعفن بسرعه، تلاقي الجمبريه ماتت وتعفنت بسرعه. طيب.
ده عايز اوريكم حاجه. بتبان بقى جوه الجمبريه لو عملت بالالكترومايكروسكوب هتبان لك الظاهره دي اوريها لك اهي. تبان لك شكل الفيروس على هيئه مثلثات. شايفين المثلثات ديت؟ زي الدايموند. ها؟ الحاجات دي بجد تحت الميكروسكوب تبقى كده سبحان الله. سبحانك يا رب. كل حاجه كل شيء ربنا خلق يعني ابدع كل شيء سبحان الله. زي ما تلاقي جناس في البحر، انت بتلاقي قرش مطرقه طالع له كده بتاع عامله كده طلعت له زي ليه ربنا عمل له كده. بتلاقي قرش تاني طالع له بوز طويل. بتلاقي سمكه ليها بوز وطالع فيها ايه؟ عارفين زي المنشار. طب ايه ربنا يعني هو دايتونز اشكالها دايتونز اشكالها جامده جدا. دايتونز فيها مثلثات فيها مربعات فيها هو الاله الخلق يقعد يبدا ويدينا نقعد نتفرج عشان نقول سبحان الله. تقدر انت تعمل واحده من دول؟